اليوم التاريخ 6/5 قدموا الشغب وحول جوهاي حسين بهنانة على شنو ما حد يدري، والرمي مستمر وطلق حي وطجة. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قدم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للتصويت على حكومته، والمصادر كشفت بأن مصطفى الكاظمي طلب من محمد الحلبوسي رسميا عقد جلسة للتصويت على حكومته، وقدم لائحة ضمت أسماء الوزراء المرشحين وسيرهم الذاتية، لكنها خلت من حقيبتي النفط والخارجية، لأن الجماعة بعد ما اتفقوا على من يتولى الوزارتين. طبعا هذا يأتي في وقت تشهد فيه أروقة المنطقة الخضراء فوضى وسجالات وخلافات حادة على المناصب وعلى الوزارات بين الكتل السياسية، وكذلك يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم. هناك يعني قبل قليل، قبل بداية البرنامج، هناك حديث عن دخول أكثر من 200 نائب من نواب البرلمان إلى داخل قبة البرلمان للتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي، والظاهر إذا صوتوا الجماعة اليوم على الحكومة سوف تكون حكومة غير مكتملة مثل ما شهدناها في حكومة عادل عبد المهدي بعد فترة طويلة، حتى تم اختيار وزيري الداخلية والدفاع وكذلك العدل. طبعا هناك ضغط من قبل الكتل السياسية على حكومة مصطفى الكاظمي في ظل استمرار ضغط هذه الكتل لقبول مرشحيها وتوزيع الوزارات والدرجات الخاصة وفق نظام المحاصصة. طبعا في إطار تبادل الاتهامات بين الكتل السياسية، كذلك اليوم تحدث وكشف تحالف الفتح عن بعض مرشحي كابينة مصطفى الكاظمي، واتهموها بهناك بعض الفاسدين راح يتولون بعض الوزارات في كابينة مصطفى الكاظمي. النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي قال بأن هناك ملفات فساد واضحة ضد بعض مرشحي حكومة الكاظمي اللي قدمها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، واعتبر بأنه من المعيب أن يصوت أعضاء البرلمان على شخصيات متهمة بقضايا فساد وتسليمها حقائب وزارية، يعني على أساس اللي يتولى من الوزارات الماضية إن كان في زمن عادل عبد المهدي أو العبادي أو نور المالكي ما متهمين بالفساد. الفتلاوي أوضح بأن جلسة اليوم ستكون حاسمة كما قال لمنح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. بالوثائق نشوف احنا وياكم، حيث كشفت وثائق مسربة تورط المرشحة لمنصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بقضايا فساد. بحسب الوثائق، لجنة النزاهة أصدرت عام 2006 عقوبة بحق الموظفة عبير مهدي وتخفيض درجتها الوظيفية ونقلها إلى أحد الدور، مثل ما نشوف هذا الكتاب عبر شاشة الرافدين. بحسب الوثائق، فإن لجنة النزاهة أصدرت عام 2006 عقوبة بحق الموظفة عبير مهدي وتخفيض درجتها الوظيفية ونقلها إلى أحد الدور التابعة لدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة على أن لا تتولى أي منصب إداري لاحقا، كما أظهرت وثائق أخرى تكرار عقوبة الإنذار لعبير المهدي بعد توليها منصب المديرة العامة لدائرة الاحتياجات الخاصة عام 2019، وذلك بعد اعتدائها بالضرب على أحد الأيتام
هاي ما عدا شغل وعمل راقدة وراء الأيتام وهسه راح تصير وزيرة. في حين أظهرت وثيقة أخرى إحالة المهدي إلى مكتب التحقيقات في عام 2010 على خلفية أخذها تبرعات مقدمة لليتيمات فضلا عن هروب إحدى اليتيمات من ذات الدار بسبب الإهمال. هذه وثائق تثبت تورط مرشحة وزارة العمل عبير المهدي بقضايا فساد وقضايا اعتداء. طبعا النائب عن او النائب في البرلمان رعد الدهلكي كشف بان الوزارات التي تحصلت عليها كما سماها الكتل السنية في حكومة مصطفى الكاظمي هي وزارات الدفاع والتجارة والرياضة والصناعة والتخطيط والتربية. أوضح بأن مرشح الدفاع والفريق جمعة عناد، والتجارة نوار الجبوري، والشباب والرياضة كل من عدنان درجال وشرار حيدر، وأشار إلى أن هذه الأسماء قابلة للتغيير. حصص الأكراد مصادر مطلعة أعلنت رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني لحقيبة الخارجية فيما طالبوا بمنحهم وزارة المالية في حكومة مصطفى الكاظمي المقبلة. مصادر قالت بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض حقيبة الخارجية حتى الآن ويطالب بوزارة المالية، وأشارت إلى أنه في حال تم الاتفاق على الخارجية فسيرشح لها فؤاد حسين. كتلة المستقبل أعلنت رفضها للتصويت على التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. النائب عن الكتلة سركوت شمس الدين قال بأن الأحزاب الشيعية والسنية والكردية تصاعدت خلافاتهم في الوقت الأخير، وبعضهم يرفض التصويت تماما على تشكيلة مصطفى الكاظمي بسبب إبعادها عن التشكيلة الجديدة، وبيّن بأن حكومة الكاظمي ستكرر كما قال أخطاء الحكومات السابقة في مجاملة الأحزاب والكتل السياسية والسماح لها بفعل ما تريد. طبعا اليوم كذلك صحيفة The National الأمريكية ويوم أمس قالت بأن حكومة مصطفى الكاظمي راح تستمر على منهج المحاصصة الطائفية وتعتمد على طريقة توزيع المناصب على أساس الأحزاب النافذة ومدى ارتباطها بالمشهد العراقي. نعم معنا اتصال أم مصطفى من الطارمية، تفضل يا أم مصطفى. أنا ابن تغلاوة بشهر هذا 17 بشهر هذا. شنو ابنك شبيه؟ ابني مصطفى ثابت الخمس. اي تغلاوة بشهر هذا 2015. منو اخذه؟ جاهز الجيش. بس واحد يحكي الله يخليكم حتى نفتهم أم مصطفى، خلي واحد يحكي حتى نفتهم. تمام؟ اي انا تمام تفضل. اي اخذ الجيش بال 2015، منين اخذوه؟ 2015. منين اخذوه؟ اخذوه من الطارمية، وانا قدرت افكر مو على غلاف هذه بلا بس افكر ورا. تمام انحكم. يعني ابد ما تعرفين اي خبر عنه؟ ها ما تعرفين اي خبر عنه؟ اي خبر سمعت كنا بنتين صفا شعار خبر عنه بس انه صفا شعار خبر عنه ما شفته بس يقولون موجود انه ابو شعب بين اهل كاظمية انه مطارك انه الماخذه ام مصطفى من اخذ الجيش بال 2015 وين اخذه؟ انحكم ما انحكم؟ لا يا قطار المتلخذ بل هي اخذها بالمركز مال المشاهده ضمن الفرقه الرابعه وش اسمها؟ نعم نعم. الحماسيه. اي. والواحد وراه ما يطيب خبر لنا رد اخذها مطار المتلخذ. تمام. من مطار المتلخذ الشعب الكاظميه. شعب الكاظمي. وراها هسه ما في خبر عنا والي بس بس طول ولا خلي كان استفارت بيني واحد من وين وهسه ابوه راح من القرى بس تعال
زين ماشي. أم مصطفى، انعرض ابنك على المحكمة بال 2015-16، حكم القاضي شيء؟ لا ما دخلوا على المحكمة لا على كل شيء، بس أنا أخو الطيب على أنا موجود. والله أنا كذا قاضي. إيش قد عمره من اعتقله؟ من اعتقله عمره يمكن بال 18. ها 18 كان؟ بال 18 عمره من اعتقله. نعم. يعني ما واجهتي بال 2015؟ لا والله ما واجهت. نعم. ومن تروحين تسألين عليها هسه يقول لك مو يمنا؟ اهل من نسال مو يمنا، اهل من نسال مو يمنا. بس يقولوا له على اساس حاطينه بسجون سري، بس يعرفون خبر عنه. لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله وسمحت قبل اخر ما عندي واحد قال له نعم. من راجعت الجيش مرة أخرى شو يقولون؟ شو يقولوا لك؟ الجيش يرضون أي نجدة ما راح الجيش. ها ما يطوج أي نجدة؟ أي نجدة ما ينطوني. نعم. بس يشوفوا لي أنا لا يشوفوا لي. الله يعينك، الله يعينك أم مصطفى، الله يعينك. أي والله ساعة أنا متى جبت صارت عندي وميتة ميتة. نعم. الله يعينك والله يفرج عن كل بريء. أم مصطفى من الطارمية كانت معنا، يعني يبدو مسلسل الحزن والألم في العراق لا ينتهي. زين أنت قوات جيش على أساس وأخذته، أوكي، إذا عليه تهمة اعرض للقضاء حتى يحكم، حتى يروح ينسجن، حتى أهله يعرفون شنو تهمته وليش ينسجن وين ينسجن. زين إذا الجيش ياخذ واحد ويختفي، الميليشيات شلون؟ مع الاسف. عبد الرحمن من بغداد، تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. تفضل اخي عبد الرحمن. عليكم ان شاء الله. علينا وعليك ان شاء الله، علينا وعليك. بمناسبة موضوع الكاظم وتكليفه. نعم. اليوم طبعا احنا من قبل تقريبا اكثر من 3 اسابيع احنا رفضنا. نعم. وطلعنا مسيرات تحرير وكل ساحات الاعتصام، عبرنا عبرضه زين، وبقينا راينا انه احنا ما نريده. زين مثل ما الكل يعرف انه الكاظمي مبارك بكل العمليات السياسيه زين، وعنده الكثير من قضايا الفساد وتابع الاحزاب. وكل اللي حضروا هسه وكل الموجودين كابين الوزاريه هم من الاحزاب، زين، والاحزاب اللي احنا رافضينها. وهذا معناته ان هم ما مهتمين. الدماء اللي وقعت في اكثر من 800 شاب. والقمع اللي احنا دا نتعرض له. نعم. يوم 10/5 شهر الخامس، يوم 10/5 راح يكون تصعيد. الكثير من الناس انه قالوا الوقت مو مناسب، انه وباء كورونا، انه اكو الاهم واكو المهم. الاهم انه احنا نحافظ على حياه المواطنين والناس. نعم. وبدليل انه احنا اكثر من شهر احنا قاعدين نبي 32 ساحات الاعتصام حتى نحافظ على ارواح الناس. زين. المهم انه مطالبنا، زين، اذا هم ما صرنا مهتمين للشعب. نعم. وصعدوا فوق دم الشهداء. وهسه كلفوا الحكومه بدون ما يستنكرون كل شيء، وابسط شيء قبل فتره انه صارت الحادثه مال الحشد، ولا ولا اي شخص طلع، لا معمد ولا سياسي ولا اي شخص طلع يستنكر، زين؟ نعم. طلعوا الناس اللي يتهمون يقولون عليهم جوكريه، اللي احنا وصلنا للمكان اللي تعرضوا له ونكتلوا به، ورحنا طبخنا للحشد هناك، زين؟ يوم 10 انه اذا هم اصلا ما مهتمين فاحنا شنو ذنبنا؟ نعم. راح يكون تصعيد وراح ترجع تصير رجعه كلش قويه وصادمه. نعم. وخطوات تصعيديه راح تدمر كل الافكار. نعم. زين اخي عبد الرحمن، انت ناشط، اذا هم الجماعه الكتل السياسيه والاحزاب، وهذا يعني اصبحت شلون ما تقول سنه في العراق بعد العام 2003، الجماعه ما يتفقون على كابينه وزاريه او مرشح الا بالقوه، وربما ننتظر سنه او 6 اشهر حتى تكمل الكابينة الوزارية. زين إذا هم بيناتهم ما متفقين إن كان على من يرأس الحكومة أو من يتولى الوزارات، واليوم الجماعة متذابحين مثلا على وزارة المالية أو وزارة النفط،
شلون يريدون لعد الشعب العراقي يرضى بيهم بعد كل هذه السنوات من الفشل وكل هذه المآسى اللي دعا تحدث في العراق. نعم عبد الرحمن. عبد الرحمن تسمعني؟ عبد الرحمن؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع عبد الرحمن من بغداد. أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. الله يسعدك. أهلا وسهلا بك. شنو موضوع حلقة مستعد؟ بدنا نتكلم على تشكيلة مصطفى الكاظمي. اليوم رفع الكابينة الوزارية والكابينة الوزارية اللي رفعها مع الأسماء المرشحة لتولي الوزارات عدا وزارات الخارجية والنفط. اي نعم. برأيي يعني الوزارة احتيالة يعني بالنسبة ان شاء الله يعني تصير وزارة ان شاء الله وتصير حكومة ونتخلص من هاي الوضعية اللي احنا نسبيها. نعم. اي فاحنا نريد كذا يدي من عمي نريد اول العراق يستقر. نعم. وبعدين ما نريد تدخلات خارجية. نعم. وما نريد الدول هسه كلها متكالبة على العراق، قدر العراق شو مسوي لهم ما اعرف، شنو السبب يعني العراق شو مسوي لهم ما اعرف. إذا هم الجماعة اللي دا يحكمونه من العام 2003 ولغاية الآن مرتبطين بأجندات خارجية. يا أستاذي ترى كل الدول يعني تقول أجندات خارجية بالنسبة لأي دولة ترى لهم جماعات بكل مكان يعني لا 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 شلون؟ السعودية ما لها جماعة بالعراق. أبو علي شلون؟ اكو مصالح اكو مصالح مشتركه مو يجيني اني ابو ايران يفرض عليه شخصيه معينه مثلا ماكو دوله انه اليوم انت تنفرض عليها والله هذا يصير رئيس الجمهوريه والله هذا يصير رئيس الوزراء هذا يصير وزير النفط هذا يصير وزير الخارجيه ماكو دوله بس بالعراق استاذ عمر انت حاقد ترى شنو ايران ترى ما لها داعي ترى ما لها دخل بالعراق هذا كله احلام مزيف ترى ايران ما لها علاقه اكو حكومه واكو مجلس نواب واكو انتخابات راح اجي وياك راح اجي وياك ابو علي تفضل ابو علي راح اجي وياك انت الظاهر تدافع عن ايران انا راح اجي وياك تمام زين ماشي بس اسمح لي ابو علي اسمح لي يا اخي اسمح لي خليني اكمل فكرتي حتى تجاوبني تفضل زين شنو المانع من ان تشكل حكومه بطريقه سريعه صار لهم اشهر وادهر يلا جاوبني استاذي اعرف احنا شنو هو العراق هو تبديل استراتيجي كل واحد يقول انا اريد فلان هذا يريد على مزاجه ذاك يريد على مزاجه وهذا يقول كذا وهذا كل ويعني احنا نظام برلماني اسمه برلمان ابو الاقراض يعني ينطي الوزاره ما تقدر ولا ماكو كل العالم يا ابو علي النظام البرلماني بكل العالم اذا صدق اكو نظام اذا انت تشوف اخبار وتقرا في كل دولة فيها نظام برلماني الحزب اللي يفوز بالانتخابات إذا عندنا طبعا احنا انتخابات حقيقية بالعراق المزورة اللي 18% تمام هو يشكل الحكومة واكو معارضة احنا هذا المفهوم مختفي بالعراق فاحنا النظام السياسي عندنا غلط بالعراق نظام أعرج نظام أعور نظام غير سليم هو استاذ احنا شنو هو يقول هاي شو يعني هي هو العراق هو يعني هو من صار يعني العراق شو تسوي له؟ يعني تجيب منين تجيب لك تستورد لك اخو سياسات هو منا من العراق منك وبيك احنا ادري ماشي ماشي يعني اليوم بس اسمح لي يعني انا اليوم ماشي انت تتذكر نتذكر كل الزين اذا نحكي على حكومه عادل عبد المهدي بس اسمح لي عادل عبد المهدي واذا يعني مع الاسف إذا رضينا بالمحاصصة هاي الوزارة للمكون الفلاني وهاي الوزارة للمكون الفلاني تمام؟ ليش ما تنفاض خلينا نقول بشهر عمي بشهر يا أخي شنو ننتظر إحنا سنة ننتظر سنة لا والله هذا ما نريده هذا طويل هذا قصير هذا ما دفع أبو علي أنت تدري الوزارات أنت تدري الوزارات بالعراق تباع اللي يدفع أكثر ياخذ الوزارة اي ادري هذا شلون راح يمشي البلد واحنا في وضعيه اقتصاديه بائسه وتعبانه
ويقول لك شهر الجاي لو اكو رواتب لو ماكو رواتب. ترى الله موجود، صدق النفط شويه هم شويه تنشي شويه سعره شويه زاد. بالنسبه له على كل حال احنا صارنا 17 سنه بهذا مع هذا النظام هاي الفتن. انا اشكرك ابو علي، اشكرك ابو علي من بغداد كان معنا. صارنا 17 سنه ما شفنا نتيجه، ما شفنا نتيجه ولا شفنا استقرار، بالعكس وضع البلد في تراجع، العراق اصبح دوله فاشله، العراق يتصدر دول العالم بسلم الفساد، العراق الحريات الصحفيه ب يعني مؤشر حريه الصحافه في العالم يحتل على 168 من بين 180 دوله، الواقع الصحي تعبان، الواقع التعليمي طلع العراق من أصلاً من التعليم الابتدائي، بعد ما حد يعترف بالعراق أنه بيه تعليم ابتدائي ولا ثانوي ولا جامعي. فعلى أي إنجازات إحنا نتحدث؟ أي إنجازات إذا هم بالمحاصصة وما دبروها؟ بالمحاصصة هاي إلك وهاي إلي وما دبروها يا أخي العزيز. فإحنا شو نتأمل يعني؟ شو نتأمل من ذولا؟ على كل حال نجي على التصريحات، إذا ماكو اتصالات نجي على التصريحات حول أحمد مظهر الجبوري النائب عن تحالف القوى، يقول السيرة الذاتية للوزراء وصلت إلى البرلمان كاملة والجميع بانتظار انعقاد جلسة البرلمان، وكشف بأن هناك اعتراضات وتحفظات على عدد من الأسماء في الكابينة، الأمر الذي قد يعقد من إمكانية تمريرها خلال الجلسة. أنا قبل ما أخذ الفاصل أريد أشوف مقطع فيديو، اليوم تم تعذيب متظاهر في ساحل التحرير من قبل الميليشيات في ساحل التحرير في العاصمة بغداد، نشوفه ونرجع لكم. واقف يما أبو المي إيه؟ وباقي لون ثلاثة جو، واحد سال حقي إيه؟ واحد منا واحد منا وثان وخذوني إيه؟ نزعوني اليوم وسحل بالشارع ودلت بالتونكيات إيه؟ على ظهري باقي شوف وراسك هاي بمن ضربك على راسك؟ ليش هذا الدم؟ كتر؟ الحمد لله على السلامة حبيبي. ابو المي واقف يم ابو المي ايه؟ وباقي لون ثلاثة جو، واحد سال حقي ايه؟ واحد منا واحد منا وثان وخذوني ايه؟ نزعوني اليوم وسحل بالشارع ودلت بالتونكيات ايه؟ على ظهري باقي شوف وراسك هاي بمن ضربك على راسك؟ ليش هذا الدم؟ كتر؟ الحمد لله على السلامة. يعني هاي على اساس البلد اللي يدعي بحريات وبديمقراطيه، طفل متظاهر واقف يم ابو المي اخذوه شوف شلون عذبوه، هذا فلت من ايدهم ما مات يعني لحق على نفسه من قبل الميليشيات، ويقول لك احنا بالعراق عندنا ديمقراطيه وعندنا حريه. معنا اتصال ام علي من بغداد، تفضل يا ام علي. ام علي تسمعيني؟ ام علي يبدو أننا فقدنا اتصال مع أم علي. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. تحية إلى كل الأحرار في بلادي، أنقل لكم تعقيم شباب يعقمون ساحة التحرير بجهود فردية وذاتية بداخل الخيام. خيمة خيمة ما راح أدخل لأن ما أريد أسجل وجوه الشباب إلا بعد إذنهم. فهؤلاء لاحظوا التعقيم ليعقمون الخيام. خيمة خيمة بث؟ لا تسجيل. شو تريد أبثك؟ شونك؟ شون صحتكم عمري؟ وهذا واحد والآخر قدامه. يجون الشباب بستوتة حاملين المعقمات ويعقمون الخيم بجهود فردية. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ رسالة واتساب يقول السلام عليكم أستاذ عمر وياك محمد بن الرمادي، يقول نطلب منكم ومن الحكومة بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة، والله أبرياء فرح الأهالي وأطفالهم والله محرومين أكثر من 4 أعوام، حسبنا الله ونعم الوكيل. شنو شو العفو بس حكي ما نفذوا ولا أطلقوا سراح الأبرياء، والله أبرياء وقعوا بإيد المجرمين والحكومة بس قول لا فعل ماكو يا أخي، والله ولدنا موجودين في جرف الصخر. يقول والحكومة تعرف بكل شيء وكل شيء، ويضيف كذلك يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الحكومة.
نعم، تحية طيبة للأخ عمر وإلى جميع الكادر. نناشد أهل الرحم والغيرة ممن يسمعون ينطون عفو ويفرحون الأهالي والأمهات، وإن شاء الله بميزان حسناتكم. نعم، معنا اتصال أم فارس من سامراء. تفضل يا أم فارس. أم فارس انقطع اتصال مع أم فارس من سامراء. طبعا نعم، أم علي من بغداد تعاود الاتصال بنا. تفضل يا أم علي. بعد أمرك العافية، ربي يخليكم ربي يحفظكم يحفظ الله يعافيك. الله يسلمك. كفيلك الله أبو رفت وإثاب رجلتي كلكم. نعم الله يحفظك. الله يعينك. بس على كيفك حتى نفهم شنو قضيتك. نعم كبيرة، يعني زوجي لابي هنا عليه إجا واحد مكسر شارع أخذهم. بس على كيفك واحد قاتل معلاوي. أنا أقدر حزنك وألمك، بس حتى نفهم قضيتك شنو اللي صار وياك بالضبط. على كيفك على كيفك. يطول عمرك إن شاء الله. الله يسلمك. على كيفك سولفينا. أنا أخذت إجا واحد طبعينه مكسر، طلع من عندنا بيتنا يوم واحد، واحد مغري، وطلع زوج أختي بيتنا، طلع من عندنا للناس، طلع كاتلنا واحد، يعني؟ نعم. احترف على قضية قديمة، احترف على قضية يقول أنا قبل ثلاث سنوات كاتل وهذا يعود على زوجي شايفه، يعني؟ أسمعك. قبل ثلاث سنوات ما باخذ أختي ولا متزوج أختي، أنا عندي علاقة ويا رجال غريب. نعم. رحت للسجن، رحت للسجن، لقيت زوجي مقرم من الرجلين من التعذيب، يعني كل شيء ماكو. كان الرجال شاف قال لا شاف كاتب ولا عجبي كاتب. قال طبعا عليه واحد بالتعديل، قال احترف على هذا الرجال، قال هذا احترف على هذا الملف، الملف مسدود. قال احترف على هذا، انا هاي جريمه سويتها، هاي سويت جريمه. تسمعني؟ اسمعك اسمعك. نعم. هذا الحكي، هذا الحكي 25 بدك بالتعديل. يعني لا مواجهه لا شيء. قال طبعا عليه واحد بنفسه، قال له بس تحكي ترى ناخذ مقت وياخذ جهالك نذبحهم. رحت يقول انا وقع على هذا الملف، يقول وقعت على الملف. تمام. شنو القضيه؟ القضيه ارهاب قتل جنائيه، شنو القضيه؟ والله القضية أوزات الرجال كاتل وزوجي سايق السيارة وشايفه، وزوجي عن السيارة سايقها مات المقتول. يقول هاي المرأة أم المقتول قبل أربعة تهمة، الأربعة تهمة ثم طلعوا حطوا غدران مكانهم، حطوا وصلوا زوجي للإعدام. المرأة تقول طول فصل يلا أتنازل عليه. قضية إرهاب أم علي. بس والله ما أعرف ما تدري شنو القضية. زين هو هذا زوج أختك اعترف على شنو؟ شنو القضية اللي اعترف عليها؟ يعني يقول انا قبل هاي السنه اقول طبعا علي واحد قال احترف على هذا الملف، هذا الملف مال واحد مقتول. يقول انا هاي سويت هاي الجريمه، انا هاي الجريمه مسويها وهذا الرجال وياي. انا على زوجي وياه. احنا منطقتنا لنا عداوه، احنا منطقتنا كلها عداوه لنا. وكلها مع فكره. ما اعرف الا فعل زوجي. يقول الله خلوا زوجي. هذا الرجال شايفه؟ قال لا عجبني شادي معوده، هاي قبل خمس سنوات ما ماخذ اختي. ولا قبل سنتين متزوج اختي. نعم. ولا طبلنا قبل شهرين، طبلنا قبل ثلاث اشهر. نعم. ما عندي اثر علاقه وياه. المره قبل بتاع اربع تهم، الاربعه طلعوا تهمتهم. زين واجهتي. نعم. واجهتي زوجك ورا ما الحكم. اسمعك. زوجك واجهتي، بس اسمحي لي بس اسمحي لي. زوجك واجهتي بعد ما حكم القاضي؟ لا والله ما واجهتي. رحت هنا بغداد، قال ما شايفه تاتله ولا ادري بي. قال واحد طب عليه بالتعديل، قال اذا تحكي تقول يم القاضي. هو يم القاضي ما احترف، بس احترف بالتعديل. كلم هذا الشيء يقول الرجال صح. بيا منطقه تقدرين تقولين انتم بيا منطقه بغداد؟ هسه والله قاعد بالمدينه. وين؟ اي والله بالمدينه بالغدير. نعم. يعني أيوة. اجبروا زوجك على الاعتراف بقضية هو ما له علاقة بها، وصارت قبل حتى ما زوج أختك ياخذ أختك. يعني حتى تشد دلالة ماكو، يعني على واحد مكسر 15 بالتعديل مكسر الرجال. يقول طبعا على واحد قال احترف على هذا الملف، يقول احنا وهذا الرجال سوينا هاي الجريمة. محاكيها القاضي، قال الحجي شو تقولي هاي أم المقتول؟ قالت لا طب الشكوى. القاضي حكم بالإعدام عليهم اثنينهم. نعم. بس يعني زوجي لا يلعب فيها، يعني لا تشد دلالة لا بصمة. قال بس تحكي تقول يم القاضي انا مسوي جريمه، انت ما تقول جاي تذبحها. زين ما وكلتوا محامي؟ سويتوا استئناف في القضيه؟ ما عندهم ثاني. ما عندهم ثاني. كثرك الله. الا رجالي انا ما رحت قدم الشكوى على هذول التعديل. من قدم الشكوى اجانا رقم بالليل 12 بالليل. قال بس تحكي رحت تشتكي انت جات عليكم عليكم على التير. تسمعني؟ اسمع منو هذا؟ منو اللي هددتك؟ ما اعرف. رقم جاهز. رقم جاهز. بقتل. اي والله كيفك الله.
تسمعني؟ نعم اسمعني. انا من نام حسن لخيت العالم حطوا له محامي سوى طالب التمين. نعم. التمين صار له 20 شهر ما طالع. دخل زوجي بالعاشر، شهر العاشر صار 20 شهر مسجون. هسه حطوه هنا ملعب الشعر. كيف لك الله يجي لي الحكي مو زين، حط انا وهذول مجرمين، اكل ماكو، البطن زيت 10,000. الكلمه اللي يعطوني اياها بعض مال ثاني يوم، يعني حتى الملابس اللي اخذها لي ماكو مواجهه، دقيقتين واطلع. تسمعني؟ اسمع. دخلت واحد من الشرطه الخيريه طبقوني انا والجهاز، قال تعال شوف زوجك. يا لا شوف كاتي ولا ادري كاتي. المره رحنا المره ما تقوطون 40 مليون لا تنازل، المره 40 مليون لا تنازل، نبي 40 مليون. اريد من الله منكم الخيرين. شو شكل المحامي؟ شو شغلتي؟ الله منكم تترك الله غريب. لا حول ولا قوة إلا بالله. تترك الله 15 سنة وياه، يا لو تقعد تسولف وتصير ما قاعد 15 سنة وياه مو يوم البارح. تترك الله، يعني لو قاعد افهمتني ما افتر وراه. تترك الله صار 6 شهر ماكو مواجهة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الله يعينك. الله يعينك. حتى المرات تقول 40 مليون، ما يجيب 40 مليون، ما يجيب 40 مليون، لا عندي جاع ابيعها، لا عندي بيت وطيه. أنا أشكرك أم علي والله يعينك والله يفرج عن كل بريء. والله مصايب مصايب يا جماعة الخير، يعني والله الظلم اللي صار بالعراق، يعني أعوذ بالله أعوذ بالله من هذا الظلم. يعني ربما يقول لك واحد يطلع لك واحد يقول لك والله هاي قضيتها إرهاب، هذا مخدرات، بس يعني اللي نشوفه واللي نسمع وبحسب التقارير الدولية ومنظمات محلية، يعني هذا يجيبون المجرم يطلع مقابل فلوس ويجيبون واحد يوقعوه على الاعترافات توقع براسه. يعني يعني ما صايره بالعالم كله، ما صايره حتى بالقرون الوسطى، يمكن ماكو هيش حالات، ماكو هيش حالات. ويطلعوا لك الجماعه ويقول لك احنا دوله ديمقراطيه والعراق والعراق وكل عقل مصدقين، والله لو مو الامريكان واقفين سند لكم ما تبقون 3 أيام بالعراق. بس شو تسوي، انا لله وانا اليه راجعون. الامريكان جابوكم لملموكم منا ومنا وخلوكم، انتم عصابه حراميه، هاي حقيقه، هذا حق، هذا امر حقيقي واقعي، جابوكم وخلوكم انتم على اساس تحكمون العراق. امريكا وراكم، ما زالت وراكم لغايه هذه اللحظه، وايران وياكم، وانا لله وانا اليه راجعون. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. اتصال. سراب من الموصل، تفضلي سراب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيش. رمضان كريم. علينا وعليش إن شاء الله، الله يتقبل. أنا عندي أخويا معتقل. نعم. أخويا معتقل من 2017. وهو مظلوم والله العظيم قبل داعش. نعم. كان مشاجرة بينه وبين صديقه. نعم. وبعد ما تحررنا هو عبر عن المخيمات. نعم. ولزموه هناك سنة 2017. وبالتعديل خلوه يعترف انه رايح 20 يوم. نعم. ايش قد عمره اخوك؟ ولسك 2000 مواليد شنو؟ تقريبا ايش قد عمره؟ هو عمره 22 سنة. 22 سنة. نعم. طيب. اخذوا حكم القاضي اشتكى عليه ودخلوا قضيه ارهاب. نعم. والله هو مو ارهابي، والده 97. نعم. وعلى حكمه وعلى اعترافه 20 يوم حكمه 20 سنة. 20 سنه. نعم. وهو اعترافه 20 يوم، والله هو ما راح يقوم بالتعذيب. اي بعدين ما صار استئناف، ما وكلتوا محامي؟ بلا وكلنا محامي. اي صار وراها، بس المشتكي عليه ضابط استخباري. راسا الحكم 20 سنة من أول جلسة. نعم. يعني بقت على 20 سنة. بقت على 20 سنة وراحت للتمييز وجت 20 سنة. نعم. وصارت 4 سنين احنا ما شايفينه. وين هسه هو محبوس؟ بالناصرية؟ هو بالموصل. لا بالموصل، زينوا. بالموصل. اي والله بالموصل. والله نسأل الله ان يفرج عن كل بريء، كل بريء نسأل الله ان يفرج عنه. احنا نطالب بالعفو العام. نعم. والله يفرج على كل مظلوم. نعم، شكرا اختي سراب من الموصل. ام فارس من سامرة تعاود الاتصال بنا. تفضلي ام فارس. السلام
مقاطعة اتصال مع فارس من سامر. رسالة يقول: مساء الخير أستاذ عمر، شلون الصحة؟ يقول: الله يخليك أستاذ عمر، الدولة بالعراق والحكومة صار قشمر خانة كما يقول قدام العالم من وراء هؤلاء اللي بالخضراء. تحياتنا للكادر والبرنامج. أبو يوسف من بغداد. نعم، السلام عليكم. يقول: أنا صلاح من الموصل، نطالب بالعفو العام، أنا يا أخوي مسجون ظلم. نعم، يقول: السلام عليكم، عباس من الناصرية، شنو تتوقعون حول منح الثقة لرئاسة الوزراء؟ هل سيمرر مصطفى الكاظمي أم يتم التحفظ عليه من قبل الأحزاب والكتل؟ وشكرا لقناة الشعب. والله يا أخي عباس، الجماعة بعد ما ينحزرون، يعني مثل ما صار ويا عدنان الزرفي، قالوا ها هي وهو، وبآخر ساعات بدلوا عليه وقالك مريد. فجماعة ما ينحزرون بعد، حسب مصلحتهم. إذا كل كتلة، كل حزب، كل شخصية ضمنت حصتها في الحكومة يمرر أيا كان، يمرر. أهم شيء حصته ومباركة الأمريكان والإيرانيين على هذه الشخصية يمرر. ماكو حصص، ما يحصل على مباركة من الأمريكان والإيرانيين، لا يمرر. هذا اللي واقع الحال في العراق. أكو اتصال. أبو فالح من صلاح. أبو صالح من صلاح الدين، تفضل أبو صالح. أستاذ عمر. نعم أبو عمر. أستاذ عمر شونك؟ يا أهلا وسهلا بك، تفضل أستاذ عمر. أحكي على الحكومة. نعم يا محمد، هذول الكراد يريدون المالية، وهذول يريدون ما عرفنا والله، خبلونا الكراد شي يريدون. إذا مو دولة مبحت هي، بس كلها تريد. اي كلهم يعني شلع قلع، يعني والله العظيم ما ادري شلون، يعني ملينا والله ملينا. الله يعين والله يا ابو صالح. احنا بصراحه الدين يعني يروح هناك ذاك اليوم، اهل الكيات يروحون هناك يسوقون بالسليمانيه، وراحوا يقولوا كل واحد عندهم دفتر وحجزاهم بالسليمانيه الكراد بيش مرقه. نعم اي يعني شغلتهم، يعني احنا نريد نعيش هناك، يعني نجي من هناك يسوقون ودعمامي من هناك، ياخذون من عندهم خوات البشمركة ولها، تعال انتو عرب انتو. الله يعين. ايوه انا اناشدكم، اناشد قناة الرافدين الشريفة، يعني بس هيتنا حل، يعني الكراد شغلتهم سخينة ويا العرب. نعم اي يعني والله العظيم يا استاذ عمر، وانت انت يعني عبدك هواية، يعني خلي يشوفوني يعني الله يعزك ويحفظك. انا جرى بيها ان شاء الله ازمه، ان شاء الله ازمه وتعدي، ما نقول غير هذا الشيء. عملنا بالله كبير. انا اشكرك ابو صالح من صلاح الدين كان معنا. طبعا يمكن يجاوب لاخ عباس برسالته خالد السراي قيادي في ائتلاف دولة القانون، يقول: في اتصال مع صحيفة العرب الجديد، لا توجد اي ضمانات حتى الساعه على تمرير حكومه الكاظمي، والمفاجاه وارده في اللحظات الاخيره. مثل ما قلت لك اخي عباس، حسب الحصص وحسب مباركة الأمريكان والإيرانيين على الشخصية أو الوزراء اللي يتولون الوزارات. معنا اتصال عناد من كربلاء، تفضل أخي عناد. حياكم الله. يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. خلي نبدأ من مباركة الإيرانيين والأمريكان. نعم. طيب وين العراقيين؟ إحنا نسأل إهمانة، إذا كان أمر بهاي الحساسية وهاي الخطورة، وإحنا مقبلين نحو الانهيار الاقتصادي، انهيار صحي، انهيار أمني، كلها مهدد البلد بيها، وإحنا لازلنا نتحدث عن هذه حصة المكون الفلاني وهذه حصة الحزب الفلاني. أحد الأحزاب يقول إذا لم تعطون الداخلية، والآخر يريد الدفاع، والحزب الآخر يريد المالية. طيب أين العراق من هذه المعادلة؟ أين العراق؟ يعني هل نبقى إحنا شتات؟ هذه الدولة اللي عمرها 7000 سنة يأتي على غفلة من الزمن مجموعة خاف كلمة عملاء ثقيلة على 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 سبعين، يجون دولة يحكمون مصير هذا البلد. والله يا أخي ما إيش قد من تطورها. كونوا وطنيين، فقط لهذه الفترة.
خلينا نعدي هاي الازمات، الازمه الماليه، الازمه الصحيه، الازمه الامنيه، وراها ابحثوا عن مغانم، ابحثوا عن مكاسب، وخلي تكون شرعيه المغانم والمكاسب اللي تبحثون عنها، لا تكون سرقات هذه المغانم والمكاسب، والوزارات تكون ضياع للاحزاب واللجان الاقتصاديه. نعم. مع الاسف. استعمل. نعم اسمعك اخي عناد. اخي عناد يعني انت ناشط بكربلاء، يعني الموضوع انه المحاصصه هذا امر صار معروف لكل العراقيين مع الاسف يعني، وربما يعني اعتاد عليه العراقيين في كل حكومه تكلف، لكن المشكله بالكتل السياسيه انه هناك وقت يمر وإحنا في أزمة، يعني هذه ليست الأزمة الأولى، هناك أزمات سابقة، يعني الجماعة حتى إذا تمرر اليوم جزء من الكابينة لغاية الآن هناك وزارات لم تمرر مثل النفط ومثل الخارجية، يعني ربما هم ننتظر بعد 6 أشهر سنة وإحنا عندنا أزمة مالية وأزمة كورونا حتى ننتظر والله تكمل تشكيل الحكومة، يعني هذه الظاهرة ما موجودة فقط في العراق انه تكون حكومه غير مكتمله. لحد الان كل الحكومات اللي شكلت على من فتره مجلس الحكم لحد الان لم نجد حكومه مكتمله 100%. نعم. دائما هناك نقص داخليه، دفاع، ماليه والى اخره. احد الوزارات دائما تلقاها نقص، او اذكر في فتره المالك الثاني مسك 4 وزارات ولا 3 وزارات الى اخره. اي كانت في كانت وكاله هو يديرها. اي وكاله. نعم. ومسكن يعني القرار له، لان الوكيل محدود الصلاحيه مثل ما تعرف حضرتك. نعم. المشكله انه جميع اللي نتكلم عنهم اللي المنظومه السياسيه اللي حكمت بعد 2003 جميعهم يغنمون بخيرات هذا البلد، ولكن ولاءاتهم لبلدان اخرى. هذه الكارثه اللي تفيض بالمشهد السياسي للعراق. مع الاسف. لو كانت ولاءاتهم للعراق لكان الجهل، خلينا نفترض انه عندهم مشكله او قليلي الخبره، خلينا نفترض جدلا حتى. نعم. اذا كانوا قليلي الخبره اكو مستشار واكو سنين هاي الخدمه الطويله. 17 سنه هم يتعلم. يحسن اداءه. نعم. بامكانه ان يحسن اداءه، ولكن اذا اتفقنا اذا جينا الخيار الثاني اللي هو ولاهم لدول اخرى يكون ارجح من خيار انه دولة جهل او قليل الخبره الى اخره. مسلوب. نعم يكون البلد مسلوب مع الاسف. انا اشكرك اخي عناد من كربلاء، كان معنا زهراء من الموصل. تفضلي زهراء. زهراء تسمعيني؟ ام زهراء تسمعيني؟ اسمعك. السلام عليكم. أختي. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ عمر؟ يا اهلا وسهلا بيش. رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله. الله يتقبل يا رب. الله يسلمك. طبعا عندي مشكله واريد اطرحها في البرنامج. تفضلي، ما بقى عندنا وقت. تفضلي اختي. انا اخويا مفقود من 2013 بشهر 12. وله اليوم هذا لحد هالساعه هاي ما نعرف كل شيء عنه، يعني ما جانا لا خبر ولا شيء. شنو طلع من البيت وما رجع؟ موظف هو؟ شنو تأكدتي وطلع وتدري على باب والله يعني؟ نعم. ولا حتى خبر شيء ما يعني أبحثنا عنه، كل شيء ما نعرف عنه مفقود هاللحظة هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقربته عائلة وعنده يعني جهال معوقين، والله معوقين، وأنا أخت الوحيدة له. دقيتوا حاسبة عند الجيش الشرطة الحشيد؟ والله ما يروح من يجي ماكو، بس يعني تدري بس أنا والحكي كان تعبانة، ما تقدر لا تروح لا تجي، وما ما عندنا أحد يعني، بس الله الوحيد وتن عليه. شنو اسمه الكامل؟ بلكي أحد من الخيرين. اسمه أحمد عبد إبراهيم قريش. أحمد عبد إبراهيم قريش. أي هو هذا اسمه الكامل. أحمد عبد إبراهيم قريش مفقود، صاحب تاكسي طلع وما رجع من 2015. لا من 2013. 13. أي.
لا حول ولا قوة. والله وجه اليوم هذا وبرقبته عائلة يعني ونصهم يعني معوقين. نعم الله يعينكم الله يعينكم يا رب. إذا موجود إن شاء الله يرجع لكم بالسلامة. أنا أشكرك أم زهراء من الموصل كانت معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.